انطلقت مجريات التمرين الوطني لمكافحة الانسكابات النفطية سواعد المملكة 2، والذي تنفذه اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بالشراكة مع المجلس الأعلى للبيئة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الدفاع المدني برئاسة معالي وزير الداخلية، حيث تستمر مجرياته خلال الفترة من 10 ديسمبر إلى 12. ويتركز التمرين حول فرضية وقوع تسرب زيتي من أحد الأنابيب النفطية في مرفأ شركة نفط البحرين بابكو، والتي على إثرها ستقوم الجهات المعنية بمكافحة الانسكابات النفطية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتفعيل الخطط الموضوعة لمواجهة هذه الحادثة والسيطرة عليها. وحول التمرين أوضح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن التمرين يكون على مستويين. تمرين هذه المرة سواعد المملكة 2 يتكلم عن مستويين من التعامل. المستوى الأول بيكون في مرفق بابكو، هناك غرفة طوارئ موجود للتعامل مع الانسكابات النفطية تير 1 في بابكو، وتم زيارة المركز من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين القابضة، واطلع على التمرين. والآن ننتقل في التمرين إلى مستوى ثاني، لو كان التسرب في منطقة ولم يتمكن الأخوان في بابكو من السيطرة عليها، في منطقة ثانية خارج حدود هذه المنطقة، وهذا المستوى الثاني. فبذلك بيتم تفعيل خطة الطوارئ الوطنية، بيتم تفعيل مركز الطوارئ التابع لوزارة الداخلية، ومركز الطوارئ التابع للانسكابات النفطية للمجلس الأعلى للبيئة، ويتم نقل الفرق وآلية التعامل.